الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. جميعا نتوجه بقلوبنا إلى أرض كربلاء، من هذه المجالس نستشعر وجودنا عند الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. الآن فائدة فقهية أخلاقية، لا أدري لعل هذه الفائدة تبقى في ذهنك إلى الأبد بمناسبة السلام على الحسين عليه السلام. اليوم نأخذ درسا سريعا، هذا الدرس على قصره إلى ساعة الممات، ينفعك بإذن الله عز وجل. سأذكر لكم ارتباط هذا بالمجلس. أحدنا يوم الجمعة يغتسل، هذا الغسل من الأغسال المؤكدة، بعض العلماء يوجبه، هذا العلماء السلف. غسل الجنابة تعرفون واجب، هذان غسلان مستحب وواجب لا كلام فيهما، لكن يتفق أثناء الأسبوع تستحم، البعض يستحم في كل يوم. لا تجعل استحمامك هذا هدرا، دخلت الحمام جلست فيها مدة من الزمن صرفت الماء إلى آخره. المؤمن صياد الفرص، عمر اغتسلت بلا نية، أعني تسبحت بلا نية، حتى لو ذهبت إلى المسبح إلى البحر لا تنسى كلامنا الليلة. أولا طبعا كلها برجاء المطلوبية، لا هو يوم جمعة ولا غسل واجب، ماذا بقي؟ غسل التوبة، ما المانع؟ تتذكر ذنوبك الماضية وتغتسل بهذه النية. اتفاقا الحمام له وجه شبه بالمغتسل والقيامة. أحدنا خطأ يفتح ماء حارا يحرق جزءا من بدنه يتأذى، قل أعوذ بالله من حميم النار، هذا مذكر. ثانيا المغتسل كذلك، في المغتسل أحدنا يجرد من ثيابه ويغسل يمينا وشمالا، في الحمام أيضا تذكر المغتسل. أنت اليوم تغتسل وغدا تغسل غسل الميت. إذن الحمام واقعا مكان الاعتبار والدرس، تتذكر حميم القيامة وتتذكر المغتسل. إذن غسل التوبة وخاصة الذنوب القريبة، رب العالمين من الممكن ألا يسجل عليك الذنب إلى فترة، هكذا قد يفهم من بعض الروايات، ذنب طازج وبعدها بدقائق تبت إلى الله عز وجل. رأيتم بعض الرسائل في الأجهزة تمسح فورا فلا يبقى لها أثر، امسح النعم الذنب مباشرة، غسل التوبة. غسل النشاط للعبادة، استيقظت لصلاة الليل وأنت مرهق، غلب عليك النعاس أو النعاس غالب عليك، اغتسل غسل التوبة.
تريد أن تصلي وأنت متكاسل اغتسل غسل عفوا النشاط للعبادة، وطبيعة الاستحمام تنشط الإنسان، هذا ثانيا. الغسل الثالث مرتبط بهذه الأيام والليالي، غسل زيارة الحسين عليه السلام. اغتسل، اخرج من الحمام وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، هذه زيارة الحسين بغسل، وإن أحببت أن تكمله بركعتين تمت الصفقة. غسل، زيارة، ركعتان، هذا الحمام الذي كان يذهب هدرا تحول إلى عبادة، تبت إلى الله عز وجل، تنشط للعبادة، زرت الحسين عليه السلام، وإذا صادف الجمعة انوها غسل الجمعة، وهذه الأغسال الثلاث انوها مع غسل الجنابة أيضا، دخلت الحمام، لا تنسى هذا الأمر. هكذا الدنيا أخواني. أعتقد البعض منكم فرح وحزن، فرح أنه تعلم شيئا، طبعا البعض منكم، وإلا البعض منكم تربية المنابر، بعض المعاني يعلمها سلفا، ولكن حزنا. آلاف المرات ذهبت إلى الحمام والبحر والمسبح وفاتتك هذه الخواص، إذن اغتنم الفرصة. وما قلته الليلة بعضها مذكور في كتاب العروة الوثقى، هذا الكتاب الفقهي القيم، يعني هذا المعنى ذكر ليس من عندنا. أعتقد أن هذه هديتنا لكم هذه الليلة. أما اليوم موضوع حديثنا كان في البال، نكمل. الحمد لله النفوس مستعدة، واطمئناني أن البعض يأتي لغرض الاستشفاء، كلنا مرضى، كلنا غرقى. الحسين عبر عنه تارة بأنه مشفى، وعبر عنه تارة بأنه سفينة. أردت النجاة زر الحسين، أردت الاستشفاء احضر هذه المجالس بهذه النية. ولكن هكذا وقع في قلبي، كيف نفوت هذا اليوم، يوم إمام زماننا، روحي له الفداء. نريد في هذه الليلة في هذا المجلس أن نتوجه بقلوبنا إلى وظائفنا في زمان الغيبة، ماذا نصنع؟ طبعا الأبحاث المهدوية أبحاث عديدة، أذكر لكم في الفهرس أو الفهرس على ما يتحمل الوقت. الآن قضية طول عمر الإمام، أنا لا أخفيكم سرا، أنا أستحي من هذا البحث. إنسان نعم عاشق لجهة، لأحد إلى آخره، وتثبت له وجوده، تقول أنا ذائب في حبه، أنا منتظر لأمره، أنا على يقين ببركاته. أحدكم رأى الكهرباء أبدا، رأى آثار الكهرباء، أحدكم رأى الأثير، أحدكم رأى الأمواج، هذه الأجهزة تعمل بالأمواج، لا موجا رأينا ولا غير ذلك. من ينكر الكهرباء يشك في عقله. ومع ذلك الحديث عن الإمام عليه السلام رب العالمين بآية في القرآن الكريم أسكت المشككين. يا ليت البعض يتكلم بدليل، يقول ما هذا الكلام، إنسان يعيش 1000 عام أو أكثر. القرآن الكريم ذكر نوحا لهذا الغرض، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة لا عمر نوح، عمر نوح تجاوز 1000. هذه سنوات الدعوة، دعوة الناس إلى الله عز وجل. اسمحوا لنا نفتح قوسا سريعا في أول المجلس.
البعض منا مثلا يحاول مع أولاده، مع زوجته، مع أحبته، أن يعز عليه أمره، يحاول فترة من الزمن ييأس، لا تيأس. يقال نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل، قيل القليل دون 100. قسم 950 عاما على 80 رجل أو امرأة، ما العدد؟ كم النسبة؟ نسبة ضئيلة. ومن نبي الله نوح من أولي العزم؟ زوجته آذته، تعرفون زوجة نوح وزوجة لوط من المذمومات في القرآن الكريم، الزوجة هكذا، أصحابه هكذا. واقعا نبي الله نوح ما تحمل، دعا على من في العلام على وجه الأرض، فار التنور وقيل يا سماء أقلعي إلى آخره. رب العالمين أهلك البشرية لأنه ما عاد فيهم نفع. الآن ننتقل في القوس إلى قوس آخر، قوس في قوس، لا بأس بذلك، حاشية في حاشية. أنا ما رأيت الرواية ولكن سمعتها، ولا نستبعد في باب الأخلاق والموعظة نحتاج إلى سند قطعي، السند في القضايا الفقهية. كذا ينقل أن الله عز وجل بعد أن أهلك البشرية عم الطوفان وجه الأرض، رأيتم بعض الجبال في الأفلام العلمية على قمة الجبل، بعض الأحافير من الأسماك وغيره، من أين جاءت السمكة على قمة الجبل؟ يقال هذه من آثار الطوفان. بعض الجبال منحوتة في قمتها، يبدو المياه أكلته، هذه من آثار طوفان نوح. الشاهد الأرض نعم يبست، نزل نوح من السفينة الناجية، حمل فيها من كل زوجين 2. ينقل رب العالمين أمر نوح بصنع الفخار، الطين لا زال رطبا، كل الأرض عبارة عن طين، بعد نشفال الطوفان صنع الفخار وضعها تحت الشمس، ثم جاء الأمر الإلهي اكسر هذه الفخار. تعجب نبي الله نوح، هذا جهد، جهد نبي، أخذ وقتا، أخذ جهدا، يعني يا ربي لماذا الأمر تأمرني ثم تأمرني بعكسه، أصنع شيئا ثم أتلفه، ما الحكمة؟ يقال رب العالمين أرادها درسا لنوح عليه السلام، يعني يا نوح أمرتنا بإهلاك البشرية، لا تدع منهم ديارا، أهلكناهم بطلبك وأنت تكسر الفخار هذا بطلبنا، يعز عليك، يعني نحن أهلكنا البشرية، هذا ليس بالهين، هؤلاء خلقنا. معنى الرواية إن صحت، رب العالمين له عناية بخلقه، كيف إذا صار الخلق مسلما، كيف إذا صار الخلق مؤمنا، كيف إذا صار الخلق متقيا؟ المؤمن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. أرجع وأقول إذن مسألة عمر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمر محلول بقصة نوح. أما ما الهدف من إمام غائب عنا؟ لعل البعض يسأل، ولدك يسأل، من الآن حضر جوابا. أولا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس بغائب، الإمام منتظر. قبل فترة سمعت أحد العلماء من غير الإمامية، قضية المهدي اتفاق المسلمين،
كلام في حياته أو عدم ولادته. القضية من ضروريات الدين. أحدهم أعجبني، لعل هذه العبارة ما سمعتها من علمائنا، يقول: لا تقولوا الإمام المنتظر. ماذا نقول؟ قولوا الإمام المنتظر، هو ينتظرنا. إذن فرق بين قائد هجر قومه، ذهب إلى قارة بعيدة لا دخل له بالقوم، وبين قائد يعيش في وسط الأمة ينتظر الأعوان والأنصار، ينتظر النصار. هذا القائد لا يسمى قائدا مغيبا. إذن وجوده صلوات الله وسلامه عليه ينتظر دولته وأصحابه. ولهذا ينقل عندما يخرج الإمام عليه السلام، البعض يقول هذا وجه مألوف شاهدناه سابقا. طبعا الإمام أين يرى؟ في المشاهد. الإمام لعله يرى في المجالس، ما المانع الذي يستهوي الإمام؟ إما مجالس جده أو مشاهد آبائه، محل تواجده. إذن وجوده بهذا المعنى لطف، وهذا الذي حفظ هذا الوجود المبارك. نحن في الشدائد، في الأزمات، فردا جماعة، في حال السلم، في حال الحرب، الكل يلهج وقت الأزمات: يا أبا صالح المهدي أدركني. وطالما أدركك وطالما شملتك عنايتك، اسمحوا لي بقوس وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تذكير: تذهب لزيارة المعصوم، لك حاجة تحت القبة الشريفة، ترجع وتقول: حاجتي ما قضيت وقضيت. كيف؟ تقول: طلبت من الإمام مثلا مالا، أريد فتاة، أريد شيئا، لي طلب، لي حاجة. الإمام صغر حاجتي، رأيتها تافهة، قلبي انصرف. أحدهم كان مغرما بإحداهن إلى درجة العشق القاتل، بعد التوسل يقول: كرهتها. تصرف في قلبك، ما أعطاك الحاجة، الأمر في غير محله. ليس من وظيفة الإمام أن يعطيك كل ما تريد، رب العالمين لا يعطيك كل ما تريد. أنت تعطي ولدك كل شيء، يبكي أمامك: أعطني سكينة. تسمع كلامه، تقشر له الفاكهة وتقدمها له. إذن الإمام عليه السلام عندما تستنجد به لا تتوقع أن يأتيك أحدهم، يكفي أن يتصرف في فؤادك. وهنا أيضا أقول كلمة: الإمام له أعوانه وأنصاره، هكذا يفهم من بعض ما ينقل. إذا اتفق يوما من الأيام كنت في صحراء قاحلة، كنت في حالة كذائية، المهم إذا رأيت أحدا شملتك عنايته لا تجزم ولا تقل: رأيت الإمام. واقعا بعض القضايا ملفتة، إنسان في شدة يرى أحدا ثواني يلتفت لا يرى. وقد نقل لي هذا المعنى ولعلك سمعت: لا تجزم أنه هو له من يحركه، له من يبعثه، له أنصاره وأعوانه. هذا أيضا فقرة، فهرست من القضايا المهدوية. من آثار وجوده صلوات الله وسلامه عليه على ما يأتي في البال، أذكر لكم النقاط المهدوية: بيمنه رزق الورى،
وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. البعض البارحة قال لي: كان كلامك في الصميم كلام عملي صحيح، ولكن عشاق الإمام أيضا يحبون أن يسمعوا كلاما عن إمامهم. حديثنا اليوم نظري اعتقادي إلى آخره، ولكن حديث عمن نحبه. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. رب العالمين ماذا خلق الوجود؟ القرآن يجيب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كونوا معي جيدا، المطلب دقيق قليلا، لأن ذهب ذهنك يمينا وشمالا. كن معي في هذه الفقرة لأنها فقرة تثير التساؤل. البعض يقرأ في حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا. الآن دعنا عن السند، هذه المضامين مقبولة أم لا؟ الكون لولاك لما خلقت الأفلاك، هذه المضامين مقبولة أم لا؟ البعض قد يسأل، لابد أن تعد له جوابا. الجواب العرفي البسيط: عندما يقام في المدرسة احتفال تكريمي للأوائل للمتميزين، عندما يؤتى بالضيافة، عندما تنصب المنصة، عندما يؤتى بالزهور والكؤوس، يقولون: لماذا هذه المظاهر؟ يقولون: لتكريم الأوائل. إذن الفائز الأول، التلميذ الأول، الخريج الأول هو الذي يعطى الجائزة. يقولون: هذه الاحتفالية لك، ثم للثاني والثالث، ثم لذويه الحاضرين. عادة والدي هؤلاء يحضرون المجلس، ثم للخدم والحشم، الكل يأكل ويشرب. إذن كنوا معي مثال عرفي يحل مشكلة كبيرة. هذا الاحتفال عقد للفرد الأول، هذا هو المقصود أولا، ثم ثانيا وثالثا، ثم ذويه والخدم والحشم. في قاعة الوجود، الوجود كله امتحان. الذي أحرز الجائزة الأولى في العبودية من؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجود قاعة الامتحان عبودية، الممتحن رب العالمين. الذي أحرز الدرجة الأولى هو النبي، ويليه أمير المؤمنين والأئمة من ذريته. إذن الكون خلق لهم بهذا المعنى، لا بأس بعد ذلك أنا وأنت، يأتي دوري، يأتي دور باقي الموجودات. إذن الكون خلق لهم بمعنى أنهم أحرزوا الدرجة الأولى في عبودية رب العالمين. إذن الإمام أيضا كذلك. أنا واقعا أقول لكم سؤالا وجدانيا، بين وقت وآخر يأتي في بالي سؤال، كن معي أن تجاوب في قلبك. الآن أنا لا أدري عدد البشرية كم، تجاوز 6 مليارات أو لا، لعله هذا الحد الأدنى. رب العالمين يطلع على القارات 5 أو 6، يرى المليارات المؤلفة في ساعة واحدة، في لحظة واحدة. كم من هؤلاء يمثلون عباد الله على وجه الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خذ مصباحا، خذ فنارا، وابحث عن هؤلاء في الأرض، كم هم؟
تتوقع الملايين ما أظن، الآلاف لعله لا أدري، يعني كم يعز على رب العالمين هذه الأرض، يغذيهم يطعمهم، الوجود مسخر لهم، والذين حققوا الدرجات العليا الأقلون عددا، ولكن على رأس الخليقة على رأس العباد إمام زمانهم هو ذلك الذي نتحدث هذه الليلة. بالمناسبة لا تزر العسكريين كذا زيارة سريعة، طبيعة زيارتهما سويعات والزوار يرجعون إلى النجف وكربلاء، امكث قليلا. كان معنا زائر في هذه السفرة قال قلبي لا يطاوعني، دعوني أبات الليل عند إمامي، أنام في الحرم، الأماكن مبذولة، مضيف الإمام مفتوح صباحا مساء، اتركوني في حرم الإمام، أريد أن أسهر الليلة مع العسكريين. حركة جميلة. إذا زرت العسكريين تذكر ما أقوله الليلة، الرواية في بالي عن الإمام موسى بن جعفر، إمامنا موسى بن جعفر جد الإمام الجواد، الإمام الجواد جد العسكري، يعني جد جد والد إمام زماننا. الإمام ما ولد، الإمام في عالم الأصلاف يقول بأب الذي يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. بأبي ماذا معنى؟ يعني فديتك بأبي. الآن لا تقل كيف المعصوم يقول لمعصوم آخر فديتك بأبي، أبو موسى بن جعفر إمامنا الصادق، هذه حركة رمزية تعبير مجازي، أو ما قال الحسين للعباس بأبي أنت اركب، اطلب الماء للأولاد مثلا بأبي أنت، فد العباس بوالده، تعبير مجازي. شاهد أخذت الفكرة أم لا؟ يعتوره أي يمازجه مع سمرته، الإمام فيه سمرة ولكن يعتوره صفرة من سهر الليل. إمام عاش 1000 عام، أكثر من 1000 عام، من 260 من الهجرة إلى يومنا هذا، كم حج، كم اعتمر، كم صام، كم أحيا ذكر جده الحسين عليه السلام، هذا محسوب. من مزايا إمام زماننا أنه ليس هنالك إمام ولا معصوم من النبي والذرية الطيبة من عاش هذه العبادة الفعلية. أبوه العسكري قتل في ريعان شبابه، الإمام الهادي قتل شاباً، الإمام الجواد، هؤلاء الأئمة الثلاث نعم قتلوا في ريعان شبابهم، ولكن الإمام أكثر من 1000 عام وهو يعيش هذه العبادة، هذه العبادة هينة. نعم لو قدر للإمام العسكري أن يعيش عمر ولده لتعبد، ولكن العبادة الفعلية مختصة به صلوات الله وسلامه عليه. إذا إمامك في زمان الغيبة هذا أثر وجوده المبارك. حاول ململم الحديث مقدمة للتوسل، ليس العبرة بالكلام الكثير، خير الكلام ما قل ودل. أقول أخي المؤمن، أخت المؤمنة، حاول أن تحول علاقتك بالإمام من علاقة نظرية عقائدية إلى آخره،
إلى علاقة وجدانية، أن تستشعر وجوده المبارك، أن تعيش هذا الجو المبارك. لست في مقام نقل القصص، ولكن من باب تهيئة النفوس، أحد الخطباء سمعته يقول: دعيت في سنة من السنوات لكي أرقى المنبر في المسجد المجاور لحرم الرضا عليه السلام، يسمى بمسجد قوهرشاد، هذا المسجد الكبير. يقول هذا العالم، سمعته يقول: هذا له صفة، مهدوي من رأسه إلى قدمه، قلما رأينا مهدويا كهذا العالم. يقول: أنا في شهر رمضان المبارك آليت على نفسي أن لا أتكلم إلا عن إمام زماننا في كل ليلة. بعض الخطباء يتكلم ليلة ليلتين ينتهي مطلبه، ولكن صاحبنا متصل بالكور، يقول: كل ليلة عن إمام زماننا ما عدا ليالي المصيبة والشهادة. رأيت شابا في المجلس، أنا أذكر الإمام وهو يبكي يتفاعل، اتفاقا تفاعله كان يثيرني يحركني. الخطيب يتفاعل مع تفاعل جمهوره، أراه في كل ليلة يقترب من المنبر يريد أن يكون قريبا مني. سألته: يا فلان ماذا تعمل؟ أين عنوانك؟ قلت: في نهاية الشهر أتعنى لزيارته، أرى حال هذه الأيام نحن مشغولون. قال لي: أنا لي دكان في المحل الفلاني، بعد الشهر الكريم. ذهبت إلى دكانه، رأيته مغلقا. سألت الجيرة: أين صاحبكم؟ قالوا: أتى بعد شهر رمضان ولكن في حالة من الذهول، فكره في عالم آخر، أغلق محله وذهب ولم يعد، يبدو في عالم آخر. يوم من الأيام كنت في الطريق في الشارع، وإذا بهذا الشاب يراني، أخذني بالأحضان ودعا لي كثيرا، قال: ماذا صنعت بي؟ هيجتني، ذكرتني بإمام زماني. فتحت المحل، قلبي لم يطاوعني، أنا أين والعمل أين؟ ذهبت إلى جبل من الجبال المحيطة بمشهد الرضا، واعتكفت في ذلك الجبل أطلبه، أبكي لفراقه، لا أتحمل البشر، إلى أن أدركتني عنايته ولم يذكر ما الذي جرى له. ولكن اللطيف، هذا الشاب قال لي: يا فلان أنا لا أتحمل العيش بعد، يعني طلبت من الله أن يقبضني إليه، هذا العشق يحرقني، الدنيا ضاقت بي. بعد أيام توفى هذا الشاب، وتوليت كفنه وغسله وتدفينه. هذا العشق ماذا يصنع؟ قد تقول: ما الفائدة؟ هذا الشاب ذهب، هذا أظن في زمان الغيبة يرجع. هذه الوجودات، هؤلاء ادخرهم الله عز وجل، كما في دعاء العاهد: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري. أنا وأنت نخرج من القبر نصرة هذه الوجودات العاشقة. الحمد لله، بعض القلوب رقت وبعض العيون دمعت شوقا إليه، ونحن نقول الليل: يا أبا صالح، نقسم عليك بحق هاباك، نقسم عليك بحق صاحب هذه الليالي،
أن تنظر إلينا نظرة كريمة لسعد حالنا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أقول كلمة تفاعل معها إخوة يوسف، هموا بقتله جاءوا معتذرين، قال لا تثريب عليكم يا مولاي هذه الليلة، قل لا تثريب عليكم يغفر الله لكم يا أبانا، استغفر لنا إنا كنا خاطئين. هذه الليلة توجه بالخطاب إليك، ما الذي يبكيك مولاي بدل الدموع دما؟ قلوبكم مستعدة، لا أطيل في المقدمات، هذه الجمل ماذا تصنع بقلبك؟ أين تطرك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة بمواترها؟ قد سكن للموت أنينك، كان الحسين يناجي ولكن سكن أنينه، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا نظر إلى القوم وهم يهجمون على خيامه، نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هل تركوا حرمه؟ كلا، جاءوا بالنار وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين، فررن النسوة على وجوههن في الفيداء. ذهبت زينب إلى إمام زمانها وإذا به يقول أم زينب عليكن بالفرار، أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. إلهي بهذه الدموع الجارية، إلهي بمقام الحسين عليه السلام واضطراره، إلهي بإمام زماننا، نقسم عليك الليلة أن تنزل علينا أنواع رحمتك وبركاتك يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة، بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين ثواب الفاتحة مع الصلاة.
العزم كانوا دليلا ومن نهجهم قد رسمت السبيل فيا وارث الأنبياء سلام عليك من الله لا لن يزول وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا وتاسع أبنائك الظاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ الناس جيلا فجيلا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا